صباح الخير. صباح الخير من ناصر قنديل. من ناصر قنديل. صباح الخير. صباح الخير للتطورات المتسارعة، حتى يخرج مرحبا بالمبادرات عربي الجامعة. يريدوننا أن نسأل لماذا قبلت سوريا بالمبادرة وكانت موافقتها حاضرة. سنقول لهم بداية، ليس لكم وحدكم طرح الأسئلة أو تقرير اتجاه المسألة، نحن من يقرر قواعد اللعبة، فأجيبوا على الأسئلة الصعبة. من أين جاءهم هذا الهدوء والعيون المسالمة؟ ومنذ متى صار القرار سلاما وصارت الشرعية الدولية مركز القرار؟ ومنذ متى صار التفرد معيبا وصار التفاوض قيد الاختبار؟ ووزير خارجية بريطانيا يتحدث عن جنيف وعن الحوار، وواشنطن تتبادل الأخبار عن نهاية الضربة والحرب كخيار. ما الذي تغير وما الذي جرى؟ لماذا يقبل الأمريكي بالمبادرة السورية الروسية؟ صحيح أن كلمة كيماوي موجودة في قرار الحرب وفي المبادرة وفي الأسباب، لكنها في الحرب مقدمات وليست نتيجة، فهي قرار نابع من اتهام وحكم وأدلة وعقاب. ولم يقل أوباما ولا كيري ولا هاجل على سوريا أن تفعل كذا، وإلا الحرب لم تكن أصلا مشروطة ولا كانت بديلا عن حل في التداول، ترك لسوريا أن تقارن وتقابل. الحرب كانت حكما غيابيا صدر ممنوع الاستئناف وأحيل التنفيذ للسياف، وتحركت الأساطيل وصدر القرار، وأوباما خاله عنتر لا يخاف. فما الذي تغير؟ ماذا كان في المبادرة؟ المبادرة عكس القرار. المبادرة تشكك في الأسباب وتقول إذا كان أساس الاتهام أن سوريا بين قلة لم توقع المعاهدة الكيماوية، فسوريا تطعن بالحكم والحاكم والقاضي والأدلة وصفة الادعاء والأهلية، لكن سوريا تقدم أوراقها لتقول أنها اليوم صارت قانونية. يعني سلاحها صار قانونيا، يعني في الحرب تستخدمه وفي السلم تضعه في الأطر القانونية. والجواب الطبيعي المتوقع كان أن أمريكا تتحدث عن عقاب على ما حصل، وبعد الحرب تتحدث عن المستقبل. الجواب الطبيعي طالما وراء الاتهام صفة القاضي وبين يديه أدلة أن يقول أوباما لن تضحكوا علينا، لن تفلتوا من العقاب، لم تتغير الأسباب، لن نشرب الماء بالسلة. التخلي عن قرار الحرب هو تراجع أولا عن صفة القاضي، وثانيا اعتراف بانتفاء الصفة، والتخلي عن الحرب ثالثا هو تراجع عن نظرية الإفلات من العقاب، وما أدراك ما الإفلات من العقاب، وعن الردع وعن تسلسل الأسباب. التخلي عن الحرب اعتراف بواحد من اثنين، إما أن القرار لم يكن جديا وكان للمناورة، وإما كان القرار حربا وتدميرا وخرابا لكن جرى قياس القوة وتمت المشاورة، فتبين العزم والحزم والقدرات، وتبين معنى الحرب والتبعات، فصار البحث عن حل يضمن الانسحاب. لم يعد مهما الإفلات من العقاب طالما المبدأ بالأصل أخلاقي يا أوباما، وأن واشنطن أم البشرية وللأطفال الضحايا هي الرفيق والصديق. لماذا لم يعد مهما أن الأدلة عندك تكفي، وأنك لا تحتاج انتظار التحقيق، ولا الأمم المتحدة يهمك أمرها ولا أمر ممثليها، وطالما أن الأساس في الضرب هو التأديب لمجرم كما قلت، يجب أن ينال على ما مضى من أفعاله عقوبة، فلا طلبات لدينا منه ليلبيها. قلت الآن الحرب وبعدها نرى ماذا سيليها. فما الذي تغير؟
هل نسيت أنك لم تقل على سوريا أن توقع على المعاهدة وإلا الحرب بانتظارها؟ وبالمناسبة لو قلتها والله لكان توقيع سوريا تأخر لمئة سنة قادمة. حسنا فعلت لأنك أخرت السنين القادمة، فسوريا لا تخضع تحت التهويل ولا تعرف المساومة. قلت آتونا للحرب، فتفاهم الروس والسوريون كيف يصنعون فضيحتك المدوية. قالوا سنذهب لتشريع ما يريحنا في الحرب في كسب الرأي العام، ونستعد للحرب بما يصلح ويوجع من سلاحنا في الاستخدام. صباح الخير للمنازلة بين العزائم والعقول، عقول تعرف كيف ترمي بالونات الاختبار وقشرة الموز فتزحط فيها القرود، وعقول أطلقت صواريخها بالونات اختبار فكان الجواب رأيناكم جربوا سترون أن الرد جاهزا وموجود، وعقول قالت نشرع الكيماوي في لحظة تدقيق حسابات القوة، وها نحن جاهزون للحرب قد اكتمل استعدادنا فلنفتح للسلام قوة. وقالت لك إما أن تدخل رأسك هنا أو أنت واقع لا محالة، فحسبتها لما عرفت أن الحرب استحالة وقلت نبدل الأوراق ونختفي وراء القبعة، لكن المبادرة تسقط كل الأقنعة. للحرب جاهزون وللسلم جاهزون، ستتخلون عن الحرب وقلتم أنها عقاب مستحق، وتأتون للأمم المتحدة وقلتم أنها لا تستحق، وستقبلون تشريع الكيماوي عندنا وأنتم بالأصل لم تذكروا طلبا لتوقيع معاهدة، بل كنتم تحسبون كيف تخوضون الحرب لحساب القاعدة. تهزمون وتتراجعون والنصر نصرنا، فلن تفيدكم المناورة. العقل الشجاع في الحرب يملك حنكة وحكمة المبادرة، ويصنع الأفخاخ للذئاب وللذباب والحشرات الطائرة. تقعون بضعف الحجة والعجز عن المواجهة، وننتصر بقوة الاشتباك وقوة نقل مبادراتنا إلى الواجهة. للمتسائلين والمشككين آخر الأسئلة، ألم يقل أوباما وكل ربعه من عرب وترك وفرنجة يجب أن يتنحى الأسد، وهم يرددون طوال عامين هذا الكلام، واليوم قالوا هو المسؤول عن الكيماوي والحرب لا تنقصها حجة؟ حسنا، إذن لماذا لا يقولون كما قالوا في العراق فليتنحى وإلا الحرب وهذا شرط وحيد للسلام؟ هم قالوا يجب أن يتنحى، وهم قالوا هو مسؤول عن الكيماوي، وهم قالوا الحرب انتقام من الكيماوي، إذن لماذا لا يقولون فليتنحى هذا شرطنا للسلام وإلا فإن الحرب قادمة إلى الأمام فاحسبوها خلال أيام؟ من يريد المقارنة بالعراق فليطرح هذا السؤال قبل أن ينام ويرى كابوسا في المنام. إن سوريا قد أعدت للحرب حربها وتطرح سلامها شرطا لأي سلام. فليسأل السائل سؤالا صحيحا أو فليسكت عن الكلام. صباح الخير وألف سلام للقائد الذي يزين بميزان الذهب أوزان الكلام، والقائد الذي يعرف الاستعداد بالحزم للحرب ويتقن فن المبادرات والمناورات وتوقيع صنع السلام، ويدير بعكس الاتجاه عقارب الساعة بالحنكة مرة وألف مرة بالشجاعة. صباح الخير له الساعة وكل ساعة، فالفكر في الحرب في السلم كما حد السيف محض التماعة. صباح الخير أحبتي، ليست الحرب إشاعة. ناصر قنديل. صباح الخير، صباح الخير من ناصر قنديل.